بعدها انه هو الاجمل. يا حبيب قلبي، هو استشهاد اللي اثبات الصوره. فانت فعلا يا اخي ارزاقك ممكن تكون انت فتح الله عليك. تفضل. ممكن الله سبحانه وتعالى يكون فتح عليك في تجاره معينه في بلدك، فتدخل منها 1000 ريال مثالا، احنا نقيس الان على باب تدخل منها 1000 ريال، وتيحت لك فرصه مثلا، خلينا انت في جده وتيحت لك فرصه في الرياض بتدخل 1500. قلت لا يا اخي خلني 1000 ريال وعند اهلي وما ادري ايش. ممكن لو رحت ال 1500 ما تبقى 1500، يا سلام تبقى اكثر. يا سلام. تمام. قدر احتكاكك مع الناس وعلاقاتك قد ما الله سبحانه وتعالى يبسط لك رزق. لانك تخيل لما تدخل، تعرفت اليوم انا على فيصل وضحكت معاه واسعدته وكانت علاقتي معاه جدا ممتازه وصداقه، فهمت علي؟ فوانا مقفي قال الله يسعده، الثاني قال الله يسعده، الثالث قال الله يرزقه، الثالث قال الله يبارك له. فكثرة دعاء الناس لك موجبة الحلول البركة. هذا برضه أبو عبد الله يشدنا المسألة ونقطة مهمة دائما يقولوها مدربين تطوير الذات، أكيد عندك خلفية عنها، اللي يقول لك الخروج من منطقة الراحة. أغلب الناس اللي هم ما يحبوا التغيير أو المغامرة، مثلا الموظفين يقول لك والله أنا موظف راتبي 4000، أموري طيبة، ربي ساتر، عايش كفافي، عايش كفافي، يغطي حاجاتي وكذا، ليش أدخل أغامر في تجربة جديدة؟ ليش والله؟ ويكون نفسه أو عنده مثلا شغف معين، بس لا يقول لك لا أنا والله ما بأدخل منطقة الخطر، فخليني عليه على ما أنا عليه. فهذا أكبر سبب أنه حيبقى طول عمره في مكانه، ما راح يتغير. أهم دافع أنك أنت تتغير أخرج من منطقة الراحة، مسألة المغامرة، غامر، شوف يعني روح اتبع شغفك مهما كان في درجة المخاطرة عالية. راح إذا أخطأت حتتعلم، إذا ما أخطأت فأنت قاعد حترتقي، تحسن نفسك، حتكسب علاقات. مسألة الاحتكاك، شوف أنا الآن يمكن قلت لك هي تحت الهواء قبل كم يوم، احتكاكي مثلا فيك أبو عبد الله وبقية الشباب استفدنا تجارب حلوة، تبادل خبرات. يعني يا أخي أنت بدل ما أنت تفكر بعقل واحد تفكر بعشر عقول أو 12 عقل. نعم. هذا شيء، هذا بحد ذاته مكسب كبير. أحسنت، هذا شيء جميل والله. والشيء بالشيء يذكر. لا اليوم بس هو يقولها. هذه ترجع لمسألة مهمة، قضية التربية من البداية في الأساس، أنك تربي أبنائك على أنهم يعتمدون على أنفسهم، على سلام. المغامرة، على سلام. هذه رسالة المفروض توجهها لكل أب وكل أم. لا تعود أبنائك أنه يعيش من يومه صغير لين يتخرج من عندك من الجامعة ولين يتوظف وهو عايش في راحة وعايش عندك، ولا تبي يشتغل ولا تبي وانت صارف وكارف وكل شيء. خلوه يشتغل شغلات بسيطة، تطلب منه إذا كبر أنه يؤدي. أي نعم. صح. أرسله أماكن أبعد، خلوه يتعود مع الناس يخرج. أنا والله يعني لو تيجي لشخص يمكن ما يرسل ابنه عمره 10-11 سنة يخليه يسافر مع ناس كبار، ما عمره 11 سنة، والله 11 سنة يمكن نصف، سافرت في مسابقة مع ناس مشرف إدارة التعليم والبقية كلهم في الثانوية وأنا في 5 ابتدائي، سافرت لجازان معهم. فهذا الموقف لين ما نسيته، يعني هذه من الأشياء اللي حسيتها والله صقلت شخصيتي من البداية، أنك تدخل مع ناس أكبر منك وتروح وتسافر ويعطيك وهذا كثقة. 11 سنة فهمت يعني طفل لسه، عندي طفل، واروح اخرج مع ناس 5-6 تعلم وتستفيد زي ما قلت، بعيد عن اهلي، بعيدا عن امي وابوي واخوي، ما عندي احد. الاثنين اللي معي او الثلاثه توني قابلهم في السياره. شفت الجمال الجميل في الموضوع هذا ايش؟ انه دولتنا مشكوره بجميع وزاراتها وبالذات وزاره التربيه والتعليم، تمام، تسعى وتساعد الاسره في التربيه. تقول لي كيف؟ اقول لك الان الانشطه طلابية، سواء كانت أنهم يأخذون الطلاب يودونهم نشاط خارجي، أما عمرة أو زيارة مكان تاريخي أو متحف أو فعالية، الدور هذا دور معزز لثقافة الاعتماد على النفس، صح، والتعامل مع المجتمع والجمهور. سلام عليك، سلام عليك. فأنت شوف كيف حتى الدولة تسعى مع الأسرة في تربية النشء، لأن النشء هذا وش أوله وش آخره؟ خلينا نتكلم صراحة، انت مواطن سعودي، اولك لدولتك واخرك لدولتك، هو لبنه المجتمع. انت اللبنه الاساسيه في تكوين المجتمع. فعلا. فاذا صلحت صلح المجتمع، اذا فسدت فسد المجتمع. السلام. انت بيطلع من هالطلاب العشره، بيطلع منهم طيار ومهندس دكتور مزارع فلاح بائع، بيطلع منهم كل شيء. يا سلام. نسيج المجتمع كله من هالشباب هذولا. فلما تعطيهم يعني اهتمام وتعليم، نعم، التعامل مع المجتمع، ما اتوقع ان في واحد في عمرنا الان ما قد طلع مع النشاط المدرسي لعمره او رحله بريه او مزار تاريخي او ايا كان. نعم.
أو حتى محفل أو مناسبة. صح، هذا ترى من زمان، هذا توجه الدولة والحكومة الله يعطيهم العافية يعني يسددهم من زمان، مش من الآن يعني، من زمان. إحنا لو تفتكر مجدي أبو عبد الله أيام الدراسة كنا نروح رحلات، لو تفتكر اللي هو حق العلوم الأشياء التاريخية المتاحف. ففي يعني مسألة الاحتكاك، والله هذه لفتة جدا مهمة أبو عبد الله، إنه من بدري من صغرك أنت تبدأ تحتك، تبدأ تخرج للحياة، ما تكون كذا متقوقع على نفسك والله بس من البيت المدرسة البيت، ترى هذا يأثر. كيف أنت والله كيف تصقل شخصيتك وتعرف أنت إيش مواهبك إيش مهاراتك إذا أنت ما احتكيت وما خرجت للحياة. هذه صايرة الآن في الجيل اللي نسميه الجيل الألعاب الإلكترونية، ذا صايرة الآن إنه يكون يقعد في البيت 6-7-8 ساعات في البيت على هذه الألعاب، ما يقابل أحد، ما يخرج للعالم الخارجي، ما يشوف المشاكل اللي برا، ما يشوف الضغوطات اللي برا، عرفت؟ عشان يقدر يواجهها، ما يشوف بعضهم، ما يقدر يتكلم، ما يقدر يأخذ ويعطي معك. والله يا كيف حالك؟ بخير الحمد لله. شو أخبارك؟ طيب اللهم لك الحمد. علوم كيف الوالد؟ ما يقدر يرد. الله. عرفت؟ تجي استغفر الله تحصل الولد إيش الغباء ذا؟ تجي تسولف معه كأنك تسولف مع الثلاجة، ما يقدر يرد عليك. إيش سماعة ومايك فقط، حياته على هذا الجهاز. هذه مشكلة يا اليوم مصيبة. الصباح كأنك كنت معايا، كنت أنا وفارس بعد ما مشيت أنت قاعد أقول له كم موضوع أتكلم عليه. أول موضوع الألعاب الإلكترونية وأثرها على الأطفال، والله العظيم، لأنه المسألة خطيرة، مشكلة عندنا، مسألة خطيرة يا أبو عبد الله. ترى الجيل الحالي زي ما قالوا سامة، ترى انفصل تماما عن الناس. والله مشكلة، والله العظيم. أنا في ناس يعني في أطفال من عائلتنا والله العظيم الآن وصل ثالثة متوسط، تواصله مع العائلة ضعيف، ما يقدر يتكلم. زي ما قلت تقول له كيف حالك كيف أمورك، ما يعرف يتكلم. يجي في المجالس كذا، مصيبة. يجي في المجالس يجلس كذا، يعني هذه مصيبة. يعني احنا ما يقدر يتكلم. أبو البتول ترى الخطأ هذا من ولي الأمر. نعم، من ولي الأمر. لا بس تبغون شوفوا في جانب آخر في الموضوع نحتاج نحله أول ثم ننتقل لهذا الموضوع، اللي هو الآن البيئة أحيانا ما هي محفزة للأب إنه أطلع ابني، تمام، وإني أخلي روح يجي. يقولك بعض الآباء والله يقعد على الجهاز، أبرك له والله من يطلع. وأنا أعرف البيئة، ما أتكلم عن أي بيئة، لا، في بيئة فعلا فاسدة ما ينفع. طيب، خروجه فيها مضرة أكبر، في يعني مفسدة أكبر مفسدة من المفسدة هذه اللي هنا. طيب اسمح لي، في مجتمعات في بيئة، أنا معك، ما أقولك لا ما في بيئة فاسدة، في بيئة فاسدة لكن أيضا في بيئة صالحة. يا سلام. إيه بس إيه أتكلم عن منطقة معينة. ما في ما في ما في تسمح لي أبو عبد الله أكثر. لا تسمح لي أبو عبد الله، تشكل أي مدينة. شوف معليش خلينا نكون واقعيين، أي مدينة في السعودية وأي منطقة وحتى أي حي في العالم كله، أي في كل مكان حتلقى البيئة هنا يعني مستحيل. ها ترى الخير والشر موجودين في كل مكان وفي كل زمان. صح. أنت كيف أنت تختار وتوجه ولدك، لكن أنه تقول الألعاب الإلكترونية هي الأفضل وأنه أجلس على جهاز أفضل، فأنا أخالفك تماما، لأنه أسوأ السيء هي الألعاب الإلكترونية. فهمت؟ أخليه يختلط، أنا وجهة نظري أخليه يختلط ببيئة فاسدة بس أكون مؤسس وقيم صح، هذا الكلام حلو، ولا إنه يجلس على الأجهزة. يا أخي القيم تهتز، والله تهتز. أنا أقول لك، أنا أقول لك في تهتز، لكن فيه أبو البتول في أسوأ الأحوال. فهمت؟ أبو البتول أب، فهو مستشعر إيش هو قاعد يتكلم عنه. أنا أب، أنا مستشعر إيش أنا أتكلم عنه، تمام. ابنك لما يبدأ يخدم نفسه، ابنك بنتك لما تبدا تخدم نفسها وكرامه، تبدا تروح تبدا حاجتها في الحمام بدون مساعده تحت. صح. في المرحله هذه جلوس ابنك في البيت بلا مهمه غلط. اسحب ابنك معك في مجلس، انت تروح مجالس فاسده؟ لا، انت اب، انت قدوه. صح. ما انت رايح مجالس فاسده، خلينا نتكلم بصراحه، ما فيها ضير اذا اخذت ابنك ولا بنتك المجالس. انت اصلا الاب حياته في اسرته يا جماعه، انت اب، انت حياتك لاسرتك لعائلتك، ما هو لاخوياك واستراحتك. انا اتكلم صراحه، في بعض التصرفات من اشخاص فرديه، فهمت علي؟ التصرفات يعني تقول يا اخي اتق الله في نفسك، انت قبل ما تتق الله في اولادك اتق الله في نفسك. انت كيف تكون موظف تعمل من الساعه 8 صباحا، تطلع من دوامك الساعه 2:30، ترجع تنام، تقوم المغرب، تطلع ما ترجع للساعه 12 1 بالليل، ترجع تنام بيض الله. كيف تعيش؟ ما يجوز والله. تمام، احب ارجي لك للشق الاجتماعي، نتكلم لك الان على الشق التربوي. الشق التربوي لا تعطي ابنك ايباد، لا تعطي جوال، فهمت علي؟ ابنك اوكي انا اعطي لك فقره ساعه ساعتين على مسلسلات الاطفال على التلفزيون، او حتى اذا انا ما اعجبني المحتوى اللي يقدمونه القنوات في مسلسلات الاطفال، يا اخي في على اليوتيوب مقاطع هادفه ومعلم الاطفال كله. صح. شغل له مقطع ابو ساعه، فهمت علي؟ وافصل 40 دقيقة وافصل،
وبعدها خليه يلعب في البيت حركي ويرجع يحط له 40 دقيقه وافصل، وبعدين سولف معاه وشغله في البيت، بابا اكنس هنا، بابا رتب هنا، بابا روح شيل لي هذه، بابا روح جيب جوالي، بابا روح اعطيني مويه. خليك قريب منه انت نفسك. الطفل من هو صغير انه يستجيب لاوامرك ويخدمك عشان بعدين ما تتعب معاه، عشان بعدين يكون خدمتك عنده هذه غايه. ترى هذا الكلام مش وسيله ياخذ منك حاجه، هو غايته ان هو يخدمك. اي هذا هذا شق. الشق الثاني عشان ما نطلع بس اوضح لكم، الشق الثاني شق المجتمع. كورونا جتنا واثرت اقتصادات واثرت علينا واجتماعيا، لكن فيها محاسن. ايش المحاسن؟ اللي كان مقصر في بيته عرف انه هو مقصر. ليه؟ لانه ما كان يعرف يجلس في بيته. في شباب تزوجوا لهم 4 و5 و3 سنوات ما كان يعرف عياله ولا يعرف حرمته ولا يعرف ما يعرف. خلينا نتكلم صراحه، كانت تطلع على سبيل الدعابه وقت كورونا قالوا انه والله تعرفت على الاهل. هو فعلا انت تعرف على الاهل، هذا فعليا يعني. في بعضهم يقول يا اخي انا اقول لك حاجه، انا عندي مكتب عقار، الاغلى ثلثين الاستراحات عندنا فاضيه من ازمه كورونا الى الان، ثلثين الاستراحات فاضيه حقت الشباب خلاص، بالذات المتزوجين خلاص. هجروا الاستراحات، بمعنى هجروا الاستراحات. اخوياي لكم ساعه في اليوم نتقابل في كافي بس استراحه، لا ما ابغى ادخل في التزامات، مع ان الكافي يكلفهم اكثر، لكن هو ما يهمه الكافي ولا يهمه التكلفه الماليه قد ما يهمه انه بيجلس مع اولاده وقت اكثر. فهذه من محاسن، تعود، هذه من محاسنها، تعود انه يجلس مع ابنائه ويلعب معاهم يجلس فيه. يجي واحد يقول لك انا ما انظف البيت. ليش ما تنظف البيت يا ابوي؟ ايش في على سماشر نازل من الفضاء؟ على ايش ما تنظف البيت يا حبيبي؟ وقف، احنا قدوتنا العليا والسقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هذا هو وجودك زي ما الرسول كان يساعد اهل بيته في شؤونهم. كان يخيط ثيابه، كان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، ما فيها شيء. لا وجودك كمان يا عبد الله، من جد ترى وجودك كاب، وزي ما قال ابو عبد الله احنا يمكن مجربين، والله العظيم وجود الاب ترى في البيت ترى يفرق كثير. اولا يفرق مع الزوجه، والزوجه هي ايش؟ هي المربي الحقيقي، ترى هي اغلب الوقت تجلس. فاذا انت كنت جالس معها واعطيتها حقها واعطيت ابنائك حقهم، حتى هي تكون يكون عندها باور، اما انت تخرج لعملك هي تقدر تكمل. لكن مثلا الحمل كامل على 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 الام، وانت والله زي ما قال في استراحات ولا كذا، حيكون في ضغط نفسي. اول شيء حيكون في فجوه كبيره بين الابناء والاب. ثاني شيء الام حتشعر انه والله، او الزوج حتشعر انه والله الاب هذا مقصر في حقي في حق ابنائه، حتصير في فجوه، حتسبب مشاكل. ترى فتره يعني الموضوع يمكن ما يبان بعد سنه سنتين، لكن بعد 10 15 سنه ترى حتصير مشاكل تكبر بين الزوجين. متى هيحسوا؟ اذا اولادهم كبروا هنا بعدين، فولاته هنا مسؤوليه اكبر. ايوه صعب والله، والله مثلا لا قدر الله انفصال، ولا مش والله انه خلاص انا والله ماني مرتاحه، ولا انه والله المشاكل زادت. فاحنا انا كلامي مثلا خاصه انا لسه يمكن جديد، ابو عبد الله سبقنا، الواحد من بدري كون مجتمعك، والله زي ما قال اهم شيء في الحياه هي الاسره، هي يعني هي الاساس في الدنيا. هي راحتك كلها. هي راحتك وعملك ابنائك. بس اختم فيه، ابنائك لما تكون جالس معاهم طول اليوم واغلب اليوم، لو غبت عنهم فتره ساعات او سويعات في يومك ترجع بخمخموك. فهمت علي؟ بخمخموك. يخمخموك يعني يضموك. يضموك. حاسوا انهم انك رحت وغبت عنهم، لكن لما تكون اصلا جل اليوم هم نايمين انت برا البيت ما تفرق معهم. فهمت علي؟ فبيشوفوك ساعه بيقولوا اصلا مين الرجل الغريب هذا اللي يجي يقعد معنا ياكل ويمشي. يا صح والله هذه قويه. انا اقول والله اني احزن اقسم بالله يوم اشوف بعض خصوصا الاطفال صغار السن اللي ما وصلوا للادراك انه يعني يرد عن نفسه عن مشكله صارت له شغله معينه، فيضطر انه يحكي بها لغيره. انقهر اقسم بالله يوم انه يحكي لشخص غير امه وابوه. هذه مصيبه. ليش؟ لأن ما فيه قرب بين الأم والأب له. ما في بعض المشاكل ما تقال، ينحرج إنه يقول على أي أحد، فيكتمها داخله، وهي مصيبة صارت له، مشكلة يعني من دون إني أتكلم البعض يعرفها. المرجع الأول المفترض يكون لهذا الولد الأب والأم، ما هو بس هو صغير، الأساس هو صغير وهو كبير. الأب والأم المرجع الأول لك أبوك أمك. عشان إيش؟ عشان ما يقول مثلا برجع بقول له بيزعل عليه، لا والله لو قلت لأبوي والله أن يذبحني. ليه يا أخي؟ تعرف أنه ما في حواجز خلاص. أبرجع لأبوي وبقول له أعرف أنه ممكن بيغضب علي، لكني أعرف أني بأطلع منه
بحل بفائدة بيوقف معي سندي ظهري يا أخي. هذا يا سلام. هذا المفترض اللي يصير والله، إن الأب يوصل لهذه الدرجة من القرب، إن حتى لو سويت خطأ كبير مرجع الأول أبوي. الله ينور عليك. ما أرجع لغيره والله. هذا دور أيضا إنه الواحد لازم يكون عنده ثقافة. ثقافة في إيش؟ إنه يبحث عن استشارات. استشر. أنت زوج عندك مشكلة ما أنت عارف تحلها، ما قدرت، صار عندك فجوة فكرية، استشر. ابن استشر، زوجة استشيري، بنت استشيري. هذا من الأعمال اللي تقوم فيها الجمعية. جمعية المضيرف، هذا من الأدوار اللي تقوم فيها الجمعية، إنها تقدم استشارات اجتماعية للأسر. هي جمعية وقفية، جمعية خيرية؟ نعم. عندهم شوف، من الدور الجمعية إنها تنجح لبنة الأسرة، لأنها هي أصلاً تخدم الأسرة. احتياج الأسرة مو احتياج مالي فقط، احتياج اجتماعي. يا سلام. تربية. فجمعية البر بالمضيرف مشكورة، تقدم استشارات، عندها مستشارين أسريين وبسرية تامة ما حد يدري. فهمت؟ هذه من الأشياء اللي رعاها وقف مكة المكرمة. والله فخر، والله باب عظيم. تخيل، مو مسألة مادية كمان. شوف يعني انت قاعد، انت حتى بتبرعك الوقف اللي بمكة المكرمة تابع عائلة جمعية البر بالمضيرف، الوقف هذا ريعه اجتماعي. يعني يمكن بالمساهمة تصلح بين زوجين. تصلح بين زوجين وانت ما تدري. يمكن بالمساهمة. يلا وقفك، وما هو وقف يوم ولا. وهي خير الأعمال، صح؟ إصلاح ذات البين. أيوه كيف خير الأعمال. وعلى الطاري اختيار البيئة، بمعنى حديث الرسول، ان تمشي في حاجة أخيك تقضيها خير من ان تأتيك في مسجد هذا الشهر. من مسؤولية الأب يعني صراحة كبيرة جدا. يعني أقصد أنت لما تتزوج وجاي بتبني أسرة، شوف فارس بالله، شوف أنك تختار البيئة المناسبة والمكان. تعال المناسبة هنا فارس معي صراحة مسؤولية. تعال كبيرة. بالله سوي الحركة هذه على الهواء لو سمحت. تعال طمن ضروري والله. تعال طمنا طمن أهلك. تعال طمن الناس عليك. قاعد تناقز مسوي فيها. هذا اللي يلعب جنوبي، ليش تلعب جنوبي وأنت ما حق جنوبي؟ إي هذا من يوم واحد. كيف إننا نتعب؟ ها أمور طيبة بالله. كيف تعبان؟ بيت فارس أمس ينزلها يقول شوفوا فارس كيف يلعب جنوبي زي يوم ألعب مع الشباب. مين هو؟ بيت فارس. واحد جابني ورا شكله. ظهوره بعد عليك كيباش ستة أشهر بعد عليك الوسواس. لا فهم والله. هذا إلا وإلا يجي ظهوره ما عليك كيباس بعد عنك. لا والله السلامة. والله عليك السلامة. لا بس كان مهم موضوع فارس إنه يطلع عشان بس أمك تطمع عليه. اللي كنت أقوله إنه أنت كزوج أو أب لما تشيل أن تبني أسرة، اختيار البيئة المناسبة من مسؤوليتك. يمكن أنا إذا عقبت على الكلام مسألة إنه بعدين تقول ألعاب إلكترونية أفضل من مفسدة أخرى، فإذا من البداية أنت اخترت البيئة المناسبة والمكان المناسب لبناء الأسرة، حتى لو كنت مضطر تطلع منطقتك، إذا أنت تشعر أكيد. أنه وأنا مؤيد أنه أيوة، أنه إذا والله إذا خرجت، أنا أشوف كثير من الأسر عندنا خرجوا من المنطقة ابتعدوا. هذا هجرة ترى تعتبر. ابتعدوا مو عشان الحمد لله منطقتنا، بالعكس الحمد لله فيها كل ديرة فيها خير، في الشر خير عندنا كثير وواجد يا رب لك الحمد. بس أيضا نجح في التربية أكثر من غيره، لأنه صار يقضي أصلا وقت زي ما قلت أطول مع أبنائه، بعيد عن الاستراحات، بعيد عن شلة الشباب الأخرى، استطاع أنه يكون قريب من أبنائه، أنه أبنائه يكونوا قريب منه أكثر. حتى يوم يجي الديرة عندنا وتشوف أبنائه تعرفهم ما شاء الله، الأدب والسمت اللي فيهم كذا والخلق اللي فيهم. هذا جانب. احيانا توجد بس نسبه بسيطه، احيانا بعض الاباء يخطئ فيها انه لما يخرج يعزل ايضا ابنائه. لما تخرج لا تعزل ابنائك، ساهم في ان ابنائك يختلطون بالمجتمع الجديد. طبعا انت اصلا مجتمع انت منتقي انتقاء، فساهم انه ابنائك يختلطون في ابنائه ومع ابناء الجيران. مع لا بعضهم متحجر مقفل على العيال وتحصروا في بيتهم، يروح الدوام ويجي وقاعد معهم، هم قابلين غير وجههم هم تقفل معهم. هنا البلاء ترى اكبر، هنا البلاء اكبر. ليش؟ لانه هذا حيدخل في مرحله الكبت. الطفل يكبر ويكبر معاه الكبت، متى بعدين ينفجر اذا بلغ، سواء ولد او بنت. صح. مرت علينا قصص، واكيد مرت عليكم قصص كثيره، يخرج بشكل عنيف وتصير رده الفعل اضعاف. فانت ما دام خرج، وانا قلت لك هذه تعتبر هجره، لانه من جد خرج من منطقه لمنطقه لانه وجد البيئه المناسبه، فلا خلاص اخرج اولادي يحتك بالمكان اللي انا حسيت انه هو الانسب لقيمي ومبادئ اللي ابغاها. هذه نقطه. اما قلت لك انه، لان الموضوع ترى مره جميل وموضوع ذو شجون صراحه، اما قلت لك انه خطر الالعاب اشد، اقصد انه الاحتكاك هو افضل اذا كان في تاسيس صح. لكن هو في النهايه اكيد اذا كانت البيئه مره فاسده فنحن ما ننصح، عشان لا يفهم كلامنا خطا. اذا البيئه سيئه لا والله انا بحافظ على ولدي، اكون له انا بيئه عندي داخليه عندي. ايوه
يعني قد ما اقدر، لانه المساله شوف احنا بدينا في موضوع الالعاب يا فارس عشان تكون في الصوره، وتفرعنا انه المساله ترى كلها منوطه بمين؟ بالاب والام. هي مساله اسره، اذا انت بنيت الاسره صح حتعرف كيف تربيه وتبعده عن الالعاب الالكترونيه، حتعرف كيف تخليه يتعامل مع الناس، حتعرف زي ما قال ابو عبد الله تخليه من بدري يتعود انه يخدمك، فاذا كبر يعني على قولتهم اذا ولدك صغير اعجنه هو زي العجينه، بعدين ما يكبر خلاص تعرف انت تتعامل معاه ياخذ ويعطي معاك. مساله الاسره انا اشوف زي ما قال ابو عبد الله هي اساس المجتمع، اذا صلحت صلح المجتمع، اذا فسدت تسمح لي بتعقيب بسيط على المجتمع. بس نقطه الان موضوع المجتمع، المجتمع وانه يختلط مع الناس، ليش بعض الناس لما ابنه يقول بروح اسافر برا ادرس ولا بنته، فهمت علي؟ يقول الله يوفقك يا ابني ويحجز له هو ويقول روح عيش. ليه؟ لانه حاط له بيسك او قواعد اساسيه صحيحه، فهمت؟ يعرف ركائز، يعرف انه لو راح وانخلط خلاص مع مجتمع اخر او تركيبه غير جيده انه هو بيرجع لاصله وبيرجع لمعدنه النفيس. خلاص تركز ليش؟ لانه ركز عليه اشياء من البدايه. هذا جانب. انت من يوم يبدا ابنك يعرف الصح والغلط ابدا حط عنده ركائز، بابا لا تسوي كذا، بابا لو شفت احد يسوون كذا لا تروح معاهم، بابا لو احد سوى لك كذا تعال كلمني، بابا لو سوى شيء اعطيه الركائز. انا عندي واحد من اخواني اصغر اخواني تمام الان يعني ما شاء الله عليه هو عمره قرابه 12 13 سنه الى الان ما يشرب مشروب غازي. خلاص تعود تعودي تربى على هذا. ليه؟ من البدايه لما قال شوفهم يشربون كل الناس تشرب، فهمت علي؟ احنا ما نجيب الا المشروب الغازي. بابا ابغى زيهم، نقول لا يا بابا هذا في شيء مو زين. انت تعلم القيم، فهمت؟ فخلاص كذا الان تقول له اشرب يروح عند الناس خذ نصب له يقول لا هذا في شيء مو زين ما اشربه. اي بس هذه نقطه مهمه يا ابو عبد الله، انه تربيه على شيء انت تسويه، انت تسويه اكيد. ايوه لازم تطبق. ليش؟ لانه في عوائل وانا اعرف ناس انتبه يا ولدي هذا الشيء خطا، مثلا الدخان مثلا اذا ولده كبر شويه مثلا او اكتشف انه فجاه يدخن، لا خطا كذا كذا، ويتفاجئ الاب انه هو قاعد يدخن، او انه قبلها بكم سنه كان هو يرسل البقاله يقول له جيب دخان. فهذه مصيبه. نفس الفكره المشروب الغازي، لانه اعرف ناس زي كذا مانع ولده من الغازيات وهو يشرب. هو يشرب. طيب يا ولدي يعني الرجل يشوفك، الولد يشوفك، تقول لي غلط وانت قاعد تسوي. نعم. هذه برضه مساله مهمه يعني. فهذه من الركائز. الناس بالبر وتنسون انفسكم. ثبت له قواعد اساسيه ثم خليه ينطلق. يختلط مع المجتمعات كلها، بالعكس لما تحط عنده ركائز انت دف وخليه يختلط مع السيء والجيد. ليه؟ لان هذه اساسيه في اثبات المعلومه عنده. يا سلام. هو لما يشوف الغلط ويرجع به الشريط يقول لا ابويا قال لي ان الشيء هذا غلط، فهذا قاعد يسوي غلط. الله ينور. ربط الفكره حتى وان جرب هو، فهمت؟ بيحس انه هو اذنب، فبيجي لك يعترف على طول، بابا انت قلت لا تسوي كذا وترى انا والله سويت كذا. يا سلام. اذا جاء واعترف لك بخطا لا تعاقب ابنك او بنتك. اي شخص مش موضوع ابن وبنت في التربيه وفي التعامل مع المجتمع، اي شخص يعترف لك بخطا لا تعاقبه. لا تعاقبه. سلام. عشان تعودوا على الجنب. خطأه هذا مدعاة انه هو انب ضميره. واعتذاره. اعتراف واعتذاره هذا معناته انه ما راح يصلح الشيء ذا. تحتوي. علي؟ وعرفت انت الخطأ وين وتروح تصلحه. فهمت علي؟ جالك ابنك قال لك بابا انا شربت دخان مع اصحابي، تقول له يا ابن الذي طعطع، لا، تقول له يا بابا انا قلت لك الدخان لا تسويه، توعدني اي اوعده. هو وعد، انت وعدك الان، هو ايش تسوي انت الان؟ عين الرقيب عليه. يمشي مع مين؟ مع فلان، فلان لو شفتك تمشي مع ابني ترى مو صالح لك. يا جماعه بعدوا ولدكم عن ولدي. انت تدخل لا تقول له يطلع منه، خلي هذاك هو اللي ينسحب انسحاب تكتيكي. فهمت علي؟ ايه؟ طلعه من حياه ابنك، حافظ على المجتمع اللي حول ابنك انه يكون مو مدخن. ليه؟ لانه هو جاء اعترف لك وقال لك انا خلاص اوعدك ما عاد اسويها، فخلاص عينك عليه وعلى صاحبه. يا سلام. خذوا معاك في جلساتك في سمراتك، ابعدوا عن المجتمع. لكن لما تقول خلاص شاطر بابا انت اعترفت لي الله يعطيك العافيه، بس لا تسويها، اوكي بابا انا ماني مسويها، هم يروح لك ويلقى صاحبه شاري له بكتين يقول يا اخي خذ لك بكت وانا بكت. معناه انت قصدك ابو عبد الله هذه النقطه انه احيانا في بعض المواقف تحتاج تدخل من الاب انه يدخل في يعني في صلب الموضوع. صلب الموضوع. احيانا تدخل في الشخص الاخر او مثلا تكلم ابوه انه لا بعد ولدك، هذه شيء. في مواقف لا حلو انك انت وترى واجب عليك يعني شوف ترى واجب عليك اذا علمت انه ولد ولا جارك ولا ابن جارك ولا صديقك ولا ايا كان شخص تعرف ولي امره وتعرف ان الولد هذا يقوم بفعل شائن، فهمت علي؟ واهله ما يعرفوا، من الواجبات عليك تجاه المجتمع انك تروح وتبلغ ولي امره.
ليه؟ لأنه لو ابنك في الموقف هذا هل أنت تتمنى أن واحد يجي يبلغك أن ابنك يمشي في طريق خطأ ولا لا ولا بيسكت؟ لا طب واحد يبلغ خلاص. فأنت زي ما أنت تبغى لنفسك الناس يبغوا لهم وعلى أنا أخذت سامت في الكلام في والله بالعكس أنا ترى مستمتع على الموضوع جميل. النقطة ذكرها عبد الله جدا مهمة هي مسألة الركائز في التربية الأساسية وهذه رسالة يعني أتمنى أن يستوعبها كل أب وكل أم وكل شخص لأنه إحنا مجربينها والله العظيم ما في مربي أفضل من القرآن الله ولا في ركيزة أساسية تعود وتنشئ وتجعل ابنك ينطلق منها مثل القرآن يا سلام. وإن كان شوف أنا شخص الله وكل إنسان فينا الله أعلم بقصوره لكنها حقيقة مجربة وأعرفها وشايفها في واقعي وحياة غيري يا سلام. القرآن اجعله في صدر ابنك مو شرط أنك حفظ القرآن كامل. نعم أنت بديت وحفظ ما آية من القرآن ما هي بخسارة 10 آيات من القرآن ما هي بخسارة الله. حفظ نص القرآن ما هي بخسارة خليه يتعلق بالقرآن ما هو هي خسارة وكل آية بيحفظها راح تنشئ في نفسه قيمة جديدة ومبدأ جديد وحاجة لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه موعظة وشيء في صدور المؤمنين حيصير اجعل انك ينطلق مما كان راجعه ومؤدبه الله. ومعلمه الله. ومربيه في صدره يعني الله. ايش نقول ايش كتابني. اول شيء الوازع الديني انت إيه نعم. انت تربيه على انه الوازع الديني هذا يكون عنده قوي بعدين تبدا تعلمه قيم أيه. تبدا حبه تعلم قيم اليوم مثلا كان معك في سيارتك مثلا والله يا ابني الحاجه الفلانيه لا تسويها الحاجه الفلانيه الاخلاق فهمتني نعم. الاخلاق الاحترام الادب التعامل كل حاجه هذه الحاجات اللي نتعلمه فيها انا برجع لمساله القران والله شدني الكلام سبحان الله افتكرت قبل كم يوم صلينا قرانا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ايش عارف المعنى ترى هو اللي يقوم حتى لو اخطأ القران يقومك بالفعل ترى القرآن والله وما يعرف الكلام هذا إلا اللي جرب يعني الحمد لله أنه ربنا أكرمنا ويمكن أغلب الشباب أنه نشأنا في مسألة التحافيظ والله العظيم مهما رحت وأخطيت تلقى القرآن يقوم تلقى القرآن له كده له أثر في حياتك هذه مسألة مهمة في بعض تعقيبا على القرآن تعقيبا على موضوع القرآن في أشياء خلنا نقول أخطاء في تراها أنت في المحيط أو الخارج أو لها رادع في القرآن اللي يردعك فهمت علي فارس. اللي يردعك مش انه نهيت عن الموضوع او انه الموضوع فيه خطا اللي يردعك القران لانك انت قراته وحفظته وتعرف ان الشيء هذا خطا فاللي يردعك القران نعم انا اقول لك هو يقوم سلام. سبحان الله يقوم مساله التربيه ابو عبد الله مع ان استفضنا ما شاء الله في الكلام انا كنت بشاركك وابغى رايك كمان مساله التربيه انه تربي ولدك على الصح والخطا وما تربيه على كلمة عيب هذه يعني شيء تعلمته لا تقول والله لا عيب الشيء الفلاني لا في شيء اسمه صح في شيء اسمه خطأ عيب هذا مو مش موجود شيء في التربية وفي الدين عشان لا يكبر يعرف أنه العيب بسيط مسألة الصح والخطأ عرفتهم يبيض يسود الرمادية ما هي موجودة إلا عند الرمادية موجودة زياد. في فرصة بس إلا عند زياد لا الرمادية غير موجودة الله يعيننا الله يعيننا على تربية ابنائنا أنا والله ترى مسؤولية ويحسن يعني من الدعوات الجميلة اللي أسمعها من بعض المشايخ الله يحسن أوقاته ويحسن زمانه أنه الجيل الآن يختلف عن الجيل اللي قبل الزمن اللي فيه والملهيات طيب أنتوا تكلمتوا عن مسألة الألعاب أنتوا تكلمتوا عن مسألة الألعاب الإلكترونية أنه الأطفال يجلسوا فيها ساعات كثيرة بالعافية السبب في أسباب كثيرة ترى يا أحمد حبيبي ممكن الصحبة اللي بيطلع معاهم ما هي الصحبة اللي نفس كلام اللي الواحد بيقدر إنه يخرج يعني معاهم بيقدر إنه يتمشى معاهم ممكن صحبته تكون سيئة جدا هو قال فيصل أيوة أنا أقول لك إنه في عدة أسباب لهذا بس بعض الألعاب مفيدة يعني لا شوف يا علي الفترة الأخيرة أتكلم على الألعاب الإلكترونية أيوة الفترة الأخيرة يا علي أنا جلست مع شخص متخصص جلست مع شخص متخصص كل الألعاب الإلكترونية بعد فترة من الزمن تتلف العقل تماما تتلف العقل أنت ترى الآن ما سؤال أنا بسأل سؤال وش يسوي يا سلام أنتوا جيتوا متأخرين أنت لو سمعتوا الجلسة قولي ليش والله في أطيب وفي أردى لا لا أقارن لك بس على الأردى والأطيب في الشارع والألعاب الإلكترونية في الشارع يبي يقابل إنسان طبيعي يتنفس فهمت علي في عنده حياة في عنده أمور وخطوط لا يتجاوزها مهما كان لكن في الألعاب الإلكترونية تمام أنت تقابل شخصية لا شخصية افتراضية فهمت خيالية شخصية غير موجودة موهمة ممكن يكون هو ضعيف الشخصية عند أهله وقاعد يمثل دور أنه هو القيادي والقوي
عن طريق السماعة والله ويعطيك لا لا لأنه في ألفاظ تسمعها لو هو في الشارع ما يقدر يقولها. غير كذا أبو عبد الله أنت قاعد تتكلم عن شيء إلكتروني عقلك قاعد شغال وأنت جالس ترى العقل في النهاية له إمكانية معينة ربنا خلقنا عليها وذول المتخصصين حقين الألعاب الإلكترونية قالوا ترى يعني هم اللي صنعوا الألعاب عارفين أنها تتلف العقل فهم؟ فمسألة فارس بس عشان يكمل النقطة اللي قالها تكلمنا بس ترى هو صح غلط أنك تخلطه ببيئة سيئة لكن لما قارنا أفضل أني أنا أنزله بيئة ولا أني أخليه يجلس في الألعاب الإلكترونية إذا أنا استخدمه.